معاكم سامو بهذا الفيديو أصدقائي جدا مميز. فطبعا أصدقائي فيديو اليوم راح يكون مثل ما شفتوا العنوان، أصدقائي دريد بوي يقول بالديسكورد حدثوا اللعبة لأنه نزل أشياء جديدة بالمتجر، يعني نزلت أصدقائي دراجات. واو، ما لسه ما شفت الدراجات، فراح نستكشف بهذا الفيديو ايش نزل بالضبط. ويقول نزل ملابس، فخلونا نروح نستكشف مع بعض. وقبل ما نبلش اصدقائي لا تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبلش. ليتس جو. اوكي اصدقائي يلا دعموني. واو اصدقائي، اول ما تدخلوا على متجر اريل تغيرت مكان الدراجات. شوف اصدقائي صاير بها دراجات جديده، هذه هي الدراجات الجديده. اوكي خلونا نشوف الاسعار. اوكي يلا، واو هذه اوكي 6000 كوينز، نشوف اذا تستحق. واو حركات جديدة، هذه 10000 كوينز. مثل هذه، بس هذه بها اضافة اخرى وهي هذه القفزة. هذه 100 مجوهرة. واو هذه اصدقاء على شكل روبوت. واو جدا ممتازة، حبيتها ايضا، تستحق 100 مجوهرة. واو حركات. واو وهذه 50000. واو شوفوا أصدقائي، واو وهذه أصدقائي 10000 أيضا. أوكي هذه دراجة نارية ما تسوي شيء، لحظة شكلها بتسوي صوت. أوكي بتسوي بس صوت، لحظة أشوف أرجع الصوت من هون. أوكي أوكي او اصدقائي رجعت الاصوات بالبيكاكس دي. لحظه نشوف هذه اللي بيها الاصوات، هذه اوكي لحظه. واو واو اصدقائي شكلها غير، وهذه ايضا بيها اعتقد نفسها. اوكي اصدقائي نفسها، وهذه شكل غير، هذه ب10000 كوينز. اوكي خلونا نشوف هذه ب75 مجوهر. شوفوا اصدقائي شكلها خرافي، قيمه 7. اوكي حلوة، وهذه ايضا ب40000 كوينز. واو اصدقائي هذه اصدقائي تبع ال40000 كوينز، نشوف اذا تستحق. شكلها من الخارج اسطوري، وايضا يركب معانا شخص اخر. واو اصدقائي شفت السرعة، الصوت جدا اسطوري. ولحظة نشوف ايضا، واو هيك يعني مثلا نقول ستوب. واو شوف اصدقائي، واو هذه الاغلب فيهم كلهم. اوكي واو شكلها اسطوري، هذه شكلها يعني عصرية متطورة. واو اصدقائي اوكي اوكي واو اصدقائي اقيمها 10 من 10 لانها تستحق. دراجات تماما متغيرة عن بيكاكس دي لاول مرة، وصراحة الشركة ابدعت، اعطيهم 10 من 10 صراحة كلهم لانهم شكل جديد وشكل حلو. خلونا نشوف الملابس الجديدة. الباقات اصدقائي واو، فيتين باقة الاولاد وباقة البنات، شكلهم من الخارج يجنن ويخبل. خلونا نضغط على العرض ونشوفهم. فأكيد أصدقائي هون راح يكون خاص لبسة تبع البنات لوحدها تساوي 40000. طبعا أصدقائي لبسة البنات غير شكل وبكوينز، فكتير حلوة أصلا الكوينز بسرعة نجمعهم، فأتفق مع هذا الشيء. الأصدقائي يعني فيكم تحصلون مجانا يعني بدون ما تجمعون جواهر. وأيضا هذه أصدقائي لكن تساوي 50000 كوينز، لكن أصدقائي إذا اشتريتهم كلهم راح تعطينا 90000 كوينز، لكن في عرض ينقص لكم 20000 كوينز. تخيلوا أصدقائي ب70000 كوينز، فراح اشتريه معاكم بفيديو مو هذا الفيديو. أوكي أصدقائي نشوف عرض الأولاد. واو هذه اللي تساوي 400 جوهرة اللي شفناها قبل شوي. اللبسة أصدقائي مع كل شيء
مع اللبسة والدراجة تساوي 500 مجوهرة، جدا رائعة يعني الملابس 100 مجوهرة فحلوة. وبس أصدقائكم نكون خلصنا المقطع تبعنا، إذا عجبكم لا تنسوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبس مع السلامة، باي باي.